عندنا هذا أعطي اسم وحدات التصنيع وعمليات ورقم الأدوات الملائمة لإنجاز السطوح التالية. عندنا السطوح الوحدة الحمد لله. عندنا سطوح الوحدة اسم العملية رقم الأداة. بون نجو نشوفو هذه السطح الأول، السطح الدوزيام، تروازيام، كاتريام، سانكيام. بون هنا ما كانش بزاف، مش معقد اللي زعما يحتاج لي زعما زوج ثلاث ماشينات زعما، ولا ما با زوج، أغلبية تاعهم كاع في الخراطة. نجو نشوفو سطح الأم، سطح لو، سطح لو هاولي. هذا يتخدم بهذه أداة التسوية، أداة التسوية. بون انت غير تعرف بلي هذا السطح يتخدم بهذا، صاي يجي كليك سوسيه. بون هذه هكا كيفاش يبدي يخدم هاك، هاك كيما راكم تشوفوا، هاك بلي يخدم هاك. وهذه راهي الدورة، هو يبقى مفيكسي وهي راهي الدورة. هاكا انت تجي في بالك هاكا يولي يخدم صاي، استادير هذه هي اللي يخدم بها. وهذه تلقاها في الخراطة، هذه ال هذه أداة التسوية تاع الخراطة. استادير هنا خراطة الماشينة هي خراطة. بون اسم الأداة، أداة تاع التسوية، تسوي هذا السطح، أداة التسوية، تسوية. رقم الأداة هذا رقم اثنين، رقم اثنين. بون نجو سطح الزوج وثالث، سطح الزوج، سطح الثالث. هذا كيفاش يتخدم؟ يتخدم بهذه سكينة هايلي. شو كيش يبدأ يخدم هاك، استدير الأداة هذه هي. توجور هذه تلقاها في الخراطة ثاني، خراطة خراطة الاسم. هذه شوف هنايا كانت بار اكزومبل هاك معمرة زعما شوية، كي جازت عليها الأداة هذه نو شير هذه بار اكزومبل، كي جازت عليها هذه شو خرطتها هذا شايف. دونك خرط وتسوية. خرط وتسوية نقصونها برك. خرط وتسوية الأخر تاعها كما قلنا هي الآن السكينة، الرقم تاعها نجو دوكا سانك. سانك هذه شطافة، شطافة ثاني تخدمها الخراطة. شطافة شطافة ديروها بهذه، هذه خوتي فوال، هذه تجي هكا دير شطافة تاعها هكا. بون عندنا هذا الفيل الآخر، والله اصبر تشوف
باريس هاك هاك تخدم الشطافة تاعها هذه هاك هاك تولي تخدم الشطافة تاعها استاذير هذه تاع الشطافة بالخياراتها خياراتها خياراتها قلنا دارت شطافة نكتبو هنا اسم العملية وشنو التشطيف دارت شطافة تشطيف تشطيف والأداة قلنا دو عندك هذه يعني تخدم الشطافة وتخدم التسوية على هذا السطح اللي يجي هكاك شغل دوكا نجور الكات الكات هذا الثقب هذا كيفاش يتخدم زوج مراحل المرحلة الأولى هي هذه هذه ممكن ندوروه فوالا شوف بريميرمون الحاجة الأولى اللي ديرها شغل هنايا أنا إيماجيني هنايا كانت هذه كامل معمرة كيما هذا التشن معمر شغل اللي يجي هكا ايماجيني هذا هكا يجي شغل يثقبها هكا يثقبها صغير حاجة صغيرة يثقبها هكا ومن بعد ساي ومن بعد الماشينة تتبدل فات منو يثقبها تجي هذه باش شغل كيما نقولو هذيك الاخر تزيد تعراض دونك فوالا بعد تجي هذه تدخل هكاك شغل تثقب هذه بعد ما دارت هذيك البوا هذيك الثقبة هذيك صغيرة هذه تجي هكا تثقب سي تادير نجول لي زوت هنا تثقيب الوحدة خاطش اباراي سبيسيال تثقيب كيف هنا الوحدة زعما الأداة تاع التثقيب والوحدة والعملية اللي درتها شغل ثقبت كيما التشطيف هذه بقى ثاني كيف التثقيب التثقيب والأدوات اللي قلناهم استعملنا وكنولو ردوا الآخر تاعنا استعملنا هذو لي دو ستادير تروا وكات تروا كات هذه هي وإن شاء الله تكونوا فهمتوا والسلام عليكم.